فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. نعم، العرب اسم لكل ما سيأتي أن العرب اسم لكل من تكلم العربية وصارت له لسانا واستوطن بلاد العرب أو نطق العربية ولو لم يكن في بلاد العرب فإنه يكون عربيا، يعني عربيا اللسان، وإن لم يكن عربيا النسب. فالعربية قد تكون في النسب، وإن كان قد استعجم الشخص صار أعجميا، وقد تكون باللسان وإن كان قد تعرب الشخص وصار عربي اللسان. فهذا ضابط العربية، أنها من جمع بين أمرين: النسب العربي واللسان العربي العربي، وسكن في بلاد العرب.